مستمعي الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم على الشاده اف ام راديو بوزيتيف من 3 ونص ل 5 المساحه الزمنيه ديال 90 دقيقه كنرافقكم من خلالها في برنامج البطوله. وسعيد جدا دائما انني نكون مع كابتن فخر الدين. تحيه لك اخ منير وتحيه جميع الصديقين والصديقات ديال البرنامج. هذه ديال الصديقين والصديقات انا دابا غادي نجبدها لك هنا. كاين مشكل سير الله يعافيك. نبدا لك بواحد الخبر. البارح في وسط الكلام مع الحاج خي بابا نسينا او مشات لي لانه كنت دايرها هنا البارح ذكرى وفاه الحكم الدولي المغربي سي سعيد بالقوله. الله يرحمه مسكين. البارح كانت الذكرى ديال الوفاه ديالو سعيد بالقوله. فينا الكوب دافريك فينا الكوب دو موند. الجنازه كانت رهيبه. انا حضرت لها. مشيت في الخميسات. مشيت انا واسميت مشيت في الخميسات فتيفلت ولا تيفلت. تيفلت سبحان الله العظيم. كنت مشيت انا والداودي وضرمي الله يرحمه مسكين. الله يرحمه. الله العظيم مشينا في السياره ودخلنا لعند الزوجه ديالو مسكينه. ديك الساعه في نزل الديوانه انا كي راه كانت جنازه كيف قلت لك كانت يعني حضروا فيها كان حضور فيها حضور بزاف ديال ماشي غير رياضيين بزاف كلشي يمكن بعدا تيفلت كلها هي والخميسات كلها كانت تما عاد الناس اللي جاوا من جميع انحاء المغرب الله يرحمه مسكين غير وسط الحديث على التحكيم نتمنوا على انه يعني العائله ديالو تكون بخير لا هي لا وليداتها هذا هو اللي كنتمناو الانسان اللي كان فتقدوها منير على الاقل تشوف العائله ديالو بعدا مسكينه فهمتي على الاقل يكون انا جبت الذكرى ديالو غير من جوج ديال الزوايا غتبدا من ناحيه بعدا ولا التحكيم بعدا التحكيم فين وصل بعدا ماشي يلاه غنبداو شي فين وصل راه وصلنا فين الكوب دي وصلنا وصلنا لا ارضيه كتعاونك حيت انا واحد الوقيته كانت الارض كتعكلنا وي من غير اللعب انت راك عارف هاد القضيه هادي والله يا ودي لي طاك اللي كانوا لاعبين صارمين جميع الانديه كتوفر على واحد جوج تلعب ولا ثلاثه كيلعبوا بواحد الخشونه اللي ما تصورش يا كمونير ومالغري داك الشيء ما كانوش الكارتون روج بزاف وصل لكأس العالم علاش كنقول لك انا دابا المشكله ماشي كأس العالم فينال ديال كأس العالم ولكن دابا علاش حنا دابا ولينا كنهضروا دابا راه علاش انا كيبقى فيا الحال دابا بنادم اللي كتضربوا الفرقه كينوض كيبدا يحطنا في شي مراكز ويبدا يهضر معنا ويبدا يقول لي يبدا يورينا يلاه بدينا كيضرب لك كل شيء في زيرو كيحيد كاع داك الماضي تيبغي تيحيدو حيد الماضي ديال لي زاربيط حيد الماضي ديال اللعابه حيد الماضي ديال المسيرين حيد الماضي ديال الجمهور كيحيدو الماضي ديال كل شيء وهذا هو المشكل اللي كنعيشوه دابا هو هذا دابا انا باش نهضر جبتي القضيه ديال التحكيم انا منير من الناس دابا اللي ضد هذه القضيه انا تلاقيت مع حكم ما عاجبنيش الحال هادشي اللي وقع دابا هادشي اللي وقع والله ما عاجبو الحال ما نسميهش لك من الاحسن مزيان حكم ما نقولش لك ديال الساحة تبارك الله قال لك هادشي ما معروف والله العادي هضر معايا تهضر معايا تلاقى معايا قال لي السي فخر الدين قلت انا وعجبو الحال قال لي عندك الحق قلت انا ما نبغيش نشوف بحال هادشي ما نبغيش نشوف انا النهار الاول منير قلت لك سدوا عليهم بعضياتهم عليهم انا جاي لهذا الموضوع فخر الدين كي غتولي لا منير انا جايك راه شوف راه نعطيك واحد القضيه نعطيك واحد المثال هادشي واش كتعرف التيلي رياليتي وي كتعرف فين كاينه دابا هي فين ناجحه بزاف ودايره البوز ديال فرنسا في المانيا في كلشي كنجي كنجمع واحد 16 دري وتنجمع 16 هذا ونبقى ندير في هذاك ولا كندير هادشي اللي واقع دابا كله تيلاري وما كنستر والو ما كاين الله يرضي عليك راه هكا دابا حنا ولينا ولا غدا غادي ندخلوا للديور حتى هي راه تيلاري نبدا ندخل انا ناس كاميرا وندير هذا ونبدا نشوف كنت مع مرتك ومع ولادك ونبدا نشوف واش عايره وتعايرك ولا شوف واش بغيتي الصوبه واش بغيتي هذا واش ولدك دخل ولا ما دخلش وراه هادشي اللي غادي يولي دابا هذا الوقار اللي تنسميوه حنايا ما كاينش راه التحكيم راه وقار التحكيم راه وقار منير ومنين نوليو بحال هكا دابا نبداو نديروا هاد الجلسات بحال هكا وهذا شكون بدا مول هاد الفكره بعدا واصلا اش هاد الفكره اشنا هي بعدا اشنا هي موراها شي حاجه ما تقلقش ماشي كتقلق امونير كيبقى فيك الحال راه انا حسيت بك ولكن انا غنمشي معك غنمشي مع الموضوع بملاحظات بحال شي ما انا كولا كيجيني بحال دابا ما عرفت امونير والله اش غدير شوف دير بوز نعطيك واحد الخبر زوين بعدا والله العظيم هاد الايامات اليوم بعدا كاين دومي فينال ديال كاس افريقيا لكره اليد للنساء الله الله
كرة القدم كرة اليد النسوية في هذوك الكبار فيها أنغولا فيها تونس وفيها منتخب الكونغو برازافيل اللي كيتأهل دومي فينال كيتناطح مع الكبار وكيضمن لا كاليفيكاسيون كأس العالم منتخب الكونغو برازافيل بقيادة المدرب حشحوش لا يونس الطاطبي يلا يلا ايوا تحية ليونس الطاطبي مدرب المنتخب الوطني للكونغو برازافيل النسو الذي تأهل لكأس العالم لكرة اليد كنهضروا دائما واليوم لاعب واليوم لاعب دومي فينال مع الكاميرون المؤطرين في يوم دي لاعبين في الكاميرون المؤطرين تحية لك اخويا يونس وتحية لكاع الناس المقاتلين ديال كرة اليد في المكان احنا في المكان مشيو علاش قول تحية لكل دوك الناس اللي خدامين كاملين خدامين اللي كندوزهم شحال كندوزهم في الراديو هنا الناس اللي في الكاميرون اللي في غانا اللي في نيجيريا المؤطرين مساكن الناس خارجين كيتقاتلوا ناس كيضحيو وخارجين كيضحيو صافي بليزير ايوا حنا كرة القدم قريب نديروها اختصاص كتهضر معايا هضر معايا في كرة القدم الرياضات الاخرى ما كايناش عندي ما انا اعطيني كرة القدم هي اللي كنبني عليها جميع المسائل ديالي مرة اخرى فخر الدين وجهو تحية ليونس يونس الطاطبي تحية لك اخويا وبالتوفيق اليوم عائلة ديال بدا تطبي لا بغيت تهضر معايا عبد اللطيف تبارك الله الصناعي من العائله ديال انا بعدا كنت كنتمتع كنمشي للشبيبه وكنتفرج في الرابطه لان كانوا عندي اصدقاء تمايا كثار واش غنقول لك اموني هذا الهوند كنتي كتمشي تشوف الويدات تشوف هذا تشوف الكوكابيله جات تشوف واحد عدد كبير ديال الانديه وكتفرج في الهوند تفرج في الباسكيت حتى هو حياك الله توليتي كتشوف الباسكيت حتى في الانديه انا راه كيبقى فيا الحال نسمع الوداد منير كيأثر فيا لعبه بس صوفي باش ما باش ما طيحش او الوداد وما ادراك ما الوداد طلع البحر ليه اودي كاس اوروبا للامم والمباراتين ديال البارح والدروس اللي عطاتنا جوج ديال المباريات البارح بدايه غنبدا معاك بالرقم ديال كريستيانو رونالدو خامس دوره ديال كوب دوروب وكيسجل فيهم كاملين كيسجلناه عن سن 34 علاش دير العماده ديرها بلاش ديرها هو باش كيعطي بها ليكزومبل كابيتان منير دايرها باش كيعطيك انت ليكزومبل كيجرك هو شتي انت تكون في البوندو توش وتشوف رونالدو كيجري بحال هكا وكيتقاتل غتحشم على راسك انت غتقول وما جيش باسم رونالدو راه عندك انت شي وحدين هنا راه يلاه لعبوا رونالدو كيلعبوا يلاه كيلعبوا راه ما لعبوش سميتهم كيلعبوا كيقولوا لهم راه هما كيلعبوا وراك تعرف انت داكشي دا هذا يوم اللي كيجيوك هنا اكشي ما دايرين لك واش يلعب واش ما يلعب واش دايرين لك هادشي اللي دايرين دايرين لك كارثه في الكوش والناس اي محترف كتجيبو وما بعدا لي راك ساموني راه اللي كيتنادى عليه خصو القميص يتبلل شو واحد درس خور ديال فرنسا مع المانيا انا ولد كنت بغيت نجي لي هذوك فرنسا عارف خور كيديروا غيديروا بحال كوب دي موند فرنسا مع المانيا غادي يمشيو بحال هكاك بداك لا ديسيبلين تاكتيك وكيقلبوا وفي ميونيخ وكيقلبوا هذا راك شتيهم انا اللي عجبني البارح هو الفار مونير دابا كتسبقني دابا بحال لا حاضر عندي ما حاضر معاك راه داكشي الفار تقريبا الله شي حاجه راه عطانا الله مونير تقريبا الفار مونير ما كاينش ما كاينش الفار ارجع ما نبقى نطول معاك ما كاينش فشوف اخطاء تحكيميه دغيا تتعالج ما ما الله يرحمك باش حسيتي موقفوش موقفوش باش حسيتي باش لعبات لاكسيون ماركا بنزيما مشى دارها عبر جا دار ليه الاربيط طن طق اجي لعب اجي علاش تراسات الفوق شيك دارت بالبلاصه ورونا الخط بغيتك اوليدي تكون عند شي واحد عنده كعبوب ودير كيف ديك الدجاله في فمو وخصو يتسنى عنده وحده ديال الور عندو وحده دايره الفار والاخرى دايره الشيء الاخر واش امن راه جات البصلانه خير دين الله يرحم باك الله يعطيك الصحه عاد عبد بدا تحيه للمستمعين الكرام وتحيه لمشاهدينا الكرام على صفحه الفيسبوك الناس كيضحكون حتى سي فخر الدين عاجبك البلاطو بلاصتك راه في الملعب ضحي شويه قال لك وبين لنا شويه ديال المعرفه في عالم التدريب وراك عارف ايوا قول لي عارف سي منير ما غاديش يقرا ها هو قرا عادي مزيانه تخلعنا حتى يا الله يهديك ما كاين حتى شي مشكل فخر الدين انا اللي شادو هنا بغيتو انا ما بغيتوش يمشي يدرب انا هو المناجير ديالو دابا اللي بغا يدربنا مع دربنا مع سميتو مع قديما نقولوا نفس لا سميتو انا كنقولها راه نهار تقاد الامور
وتكون باغي نيت باغي تخدم مع مسيرين ومع رئيس وتكون هذا مرحبا. وفيها حتى مساله اختيارات حيت عندنا واحد عدد كبير ديال اللاعبين كيمارسوا في البطوله انت كتعرفهم مولين اللي الحمد لله كيتلاقاو معنا واللي ما خلينا ما ضحينا معاهم وماشي غير في القسم الوطني الثاني في الهوات وانت راك في وسط الكره دابا ماشي زعما كنقول لك اشتغلنا معاهم ودربناهم وكيتاسفوا تيتاسفوا علاش كيقول لك اودي الوضع اللي ولا كيقول لك الوضع وكيقول لك داكشي اللي كنا كنخدموه معاكم وداك الاحترام وداك راه ما بقاش امولي راه كنقولها لك انا راه حتى دابا هو هذا كيسحب وجبه تدريب راه صعيب راه ماشي التدريب اللي صعيب الظروف اللي غادي تخدم فيها اللي صعيبه اللي غادي يعيطك ويحترمك ما يبهدلكش راه البروبليم هو التبهديل امولي ما كون كان غادي يجي بنادم راه حنا كنا خدمنا وسامحنا وقدروا ما نتخلصوش نقول ما كاين حتى شي مشكل حتى عارفين وحنا شعار غادي يقول لك بريزيدون حيد فلان راه انت ندخلوا حيد فلان راه مغاشيرو نولي معانا وقاتليا انا كنت فريق في احدى الفروق جا واحد كان هضر انا جامع الدراري على قضيه الفلوس تقول لهم اودي صبروا انا من عادتي يا موني تملك تعقلتي تملك تسود الدراري تملك كابيتان ديكيب في الوداد هذو لعبوا تسال هذه خدمتي ماشي كابيتان ديكيب يا راك لعاب وي انا فخر الدين الحمد لله هذا ولكن دوك الدراري كتنصحهم ندخلوا نلعبوا الدراري ونديروا انا كنهضر مع واحد جنوب الصحراء امونيا ويبدا يهضر معايا فرنساويه قال لي كيسكو هذا بدا بحال بغى يسبني وداك الشيء وما فهمتش علاش ما قلت ليه والو لي كونفوكاسيون عندي ماتش مهم ما كاينش ما تكونفوكي جا عندي واحد المسير قال لي راه هو واللي معولين عليك قلت والله واخا الله يسمح لي انا ولا هو ولعبنا الحمد لله وسخر الله ونهار الثلاث جاو الدراري كيزوقوا فيا حيت عارفيني الحمد لله كنسامح امولي قال لي الله يحفظك السي فخرتي راه غلط وراه تعرف وجا عندي قلت له شكون انت والله ما كذب عليك امونير ومن بغى يهضر معايا قلت له شكون انا قال لي الكوتش تي لا الكوتش كاينه في المغرب بزاف اعطيني الصفه ديالي اللي كنستحق بعد شكون انا هاد صحاب كان اجي طحت فهمتي امونير راه هادشي ولكن هادشي فين غادي تلقاه كي كتقول انت هاد الصرامه راه ما تيبغيوهاش انا جايك دخلتيني لواحد الموضوع انا جايك لشي دوان لا حنا فيه وزوين هو زوين ولكن حنا فيه سيمو باري للاسف قال لك ما لا يعجبني في الرياضه المغربيه هو نسيان اناس كان لهم دور محترم في جميع الرياضات واش غدير هذه شوف ثقافه الاعتراف راه اخر حاجه نهضروا عليها هنا ياسين الساخي للاسف الفار عندنا حاجه اخرى وصلها في حيثيات اخرى نتمنى لا تتكرر طوريلو تيتاسف قال لك صافي قال لك لا راه الناس ما زعما كيشرح ليا الناس قال لي بغيت تستافد منك رشيد الزراري رشيد ملي تلقى شي فرقه مزيانه عيط ليا سيرت ولا كانت في الطاليان في تورينو هو تيبغي الطاليان رشيد الزراري قال لك عمرنا نوصلوا ذاك النيفو بزاف علينا ازيد السلام عليكم تحياتي لك والفخر الدين حد سعيد وموفق لفريق الوداد وهارد لك للزمامره او تلعبتي الماتش سارت لي سلام سلام الفريق اللي كيعجبني من الناحيه الفنيه الفرجويه للاسف كي فريق كيلعب ولكن والله الا كيلعب قلناها الكره تعاكسه شي حوايج ما كيحتاجوا لا فرونسي لا والو مثلا اليوم الكارتي غادي يلعب المباراه رقم 300 بقماس الوداد واش صعيب زعما رئيس الفريق قبل الماتش يعطيه توني في رقم 300 وتصور معاه هذه حركات والله العظيم الا ساهله خصها الواحد يفكر ويعرف كيفاش عاوتاني يخلق بحال هاد الحويجات هذه مزيانه ولكن عرفت حنا في المغرب كنديوها في شي حوايج اللي خارج هاد راه اي واحد عصر مخو هنا فين خلينا والله العظيم خليونا ساكتين سلام خويا منير سلم على فخر الدين جناح الطائر ديال الوداد بغيت نسولكم واش البنزرتي غادي يلعب ليكيب تيتولير سي سور ليكيب تيتولير ما تهضروا معاه عادل المانيا في 1940 كانوا كيصوبوا 300 طنك في النهار غادي يحلوا مع البحر لا هذيك الصحه لا والله العظيم واعر لا والله العظيم الا بغات تنسى لي ديك اللقطه بيه فيه طق طق ما كاينش امونير صافي سلام سيمونير هل الحكم دولي يجي وتعطى له دروس بتلك الطريقه وهناك بعض الحكام قادوا مباريات اكثر من يحيى حدقه الذي يعطي الدروس اليس هذا انتقاصا من قيمه ومستوى الحكام الله يجازيك بخير السي حكيم ريان دخلتيني الموضوع اللي بغيت نتكلم فيه البارح اللي كنا حنا هنا كنتكلموا في الحلقه ديال البارح كانوا الناس باقي خدامين في هذيك الجلسه انا نعطي غير بعض المعطيات ملي مشيت شفتها كلها باش حتى حنا ما نكونوش كنهضروا في الخوا فهاد الجلسه ديال الحكام فخر الدين فيها كانت باداره يحيى حدقه
وسمير القزاز ومختار حضري الكاتب الإداري ديال المديرية. الحاضرون اللي تابعين المديرية واللجنة المركزية أو دوك اللي كتوصفهم بالرأي الرسمي ديال المديرية واللجنة المركزية التحكيم كان سي سعيد الطاهري، خديجة رزاق، بوشعيب الحرش، مصطفى للدرس، سليمان البرهمي وعبد الرحيم العرجون. الحكام اللي كانوا حاضرين الممارسين كانت بشرى كربوبي، ذاكر رداد، هشام تمساماني، حمزة الفارق، يوسف بلوط، سليمان عاطفي، كان كذلك سي بشتاوي، كان زكريا برينسي وكان السحمودي. تسعود الحكام من بينهم حكام الساحة وبعض المساعدين. هادشي اللي كان ابرز الملاحظات. انا عارف ما تشوفش انت داكشي لكن نقول لك الملاحظات اللي كانت بعدا. كانت الحاجة اللي مزيانة انا اللي سجلتها انه ما تمش الاقتصار فقط غير على اللقطات اللي فيها البوليميك. كان حتى ملي كيكون شي قرار صحيح ديال شي حكام كيدوزو يقول لك فوالا هذا القرار كان صحيح ديال الحكام وهالقرار وكيفاش تم التعامل مع الفار الى غير ذلك. فهذه الجلسة ديال البارح كان سيدي فيها تناول لقطات دون اخرى. يعني ما تخاتش هذاك الشيء كلشي اللي فيه اخطاء حكام، داروا شي لقطات دون اخرى وداروا دي ماتش دون ماتشات اخرى. نعطي مثال، داز الماتش ديال القسم الثاني بين اولمبيك خريبكا وشباب اطلس خنيفره اللي كان فيه داك الشيء اللي كنت عاودتي ليا ذاك النهار، وما جبدوش الماتش ديال اولمبيك تشيره مع اتحاد تورقه رغم انه حتى هو كان فيه قرار ديال الحكام في الهدف ديال اللي كان غيكون ديال الانتصار ديال اولمبيك تشيره. كانت الاطاله في بعض اللقطات خداو فيها الهضره بزاف وداك الشيء بقاو فيه بزاف ديال التفاصيل. واحد اللقطه وصلت 35 دقيقه ديال النقاش وهي لقطه واضحه، ما يعني واضحه آه. ولقطات اخرى يا اخي مرور الكرام طن 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 دوز ودون توضيح كامل للاحكام. يعني حتى حنا بغينا نتفرجوا كمتلقي كهذا الجمهور مثلا لقطه تحكيميه يبغي يعرف الحيتيات، هل القانون اش كيقول هنايا ولا اتخذ القرار. حتى الجمهور اللي كيحكم بالعاطفه وكان عنده شي حاجه نصح ليه الا كان غلط ما كانش داك الشيء في شي لقطات. كان دوز مرور الكرام. واش في الجلسه ديال البارح وحنا دابا وصلنا العام ديال استعمال الفار او عام ونص والله غيبداو يتعطاو دروس للحكام كيفاش يتستعمل الفار غلط. يلا كتبدا تقول لهم لا هاد المره ملي يكون هادي وملي تكون الكره هنا عاد الواحد خصو يدير وعاد انا هنا فين كنقول هادشي خصو يكون هذا هو الغلط. الناس كيقول لك انا دابا شوف منير انت دابا كي قلت انت دابا الفار وصل دابا تقريبا العام دابا عام ونص والامور كانت غاديه بواحد في الاتجاه يمكن كانوا اخطاء كان كل شيء اللي كنا كنحثوا عليه وكنا نتكلموا عليه انا وياك وهو جلسات الداخل. شوف اشياء الجلسات اللي طلبنا انا وياك هنا راه هي اللي كانت خصها تكون، ما كانش شي حاجه كثيره، جلسات مره وما نديرش كاع حتى اسبوعيا، نخليها منير نخليها شويه نعطل وندير جلسات ونناقش شويه ديال الامور ولكن مغلق. حيت علاش كنقول لك انا مغلق؟ غنبقى ديما نقولها وانا ضد، راه ما يمكنش تجيبني انا يا منير، انا كفخر الدين وتحطني تبقى تعاتب فيا انايا وتشعل التلفزيون وتشعل سميتو وتبدا تقول لي راه واخا نكون قابلها منك ولكن من عند الله غادي فيها واحد الانتقاص من بيان سور. انت شوف لي زاربيتر كلشي كيغلط وكلشي كيدير دي بون ماتش بحال لعاب بحال المسير بحال المدرب كلشي كيغلط غير الاغلاط اللي كتكون شويه صعيبه كتكون مؤثره هي اللي كتكون. اما هي نورمالمون كاع لي زاربيتر عالميا منير كيقدروا يديروا دي فوت. غير انا غنناقش معاك يمكنش هي نبدا نجيبك انا دابا شاك ماردي ولا هذا ونطلعك انا في المنصه ولا كنت باغي نبقى نسلخ فيك كنبقى نعطيك هكا في الدروس. ناخذ واحد المثال، اللقطه ديال ضربه جزاء ديال نهضه بركان امام فريق الرجاء ذاكر رداد امر باستئناف اللعب فاش التدخل ديال الهدهودي على زكريا حدراف. غاد الكره عاد زوراق في الفار كيقول ليه ستوب الجيم حبس راه كاين بيلانتي بوسيبل رجع شوف. شاف الذاكر رداد بانت ليه ضربه جزاء مش علنها داس اللقطه بحال هكا ويقول لي يحيى حدقه قال لي دابا ها هي اللقطه بحال هكا النداء على الفار الى غير ذلك النداء من الفار ولكن السيد الذاكر رداد علاش انت ما علنتيش من الاول؟ ما بانش لي. هذا هو الجواب. قال لي انا يا الوضعيه اللي كنت فيها كنلعب ماسك كنت ماسكي ولا ما الحدقه ما عرفش بان هذيك كدار في واحد هذيك لاكسيون علاش فراكسيون سكوند ما كايناش ما كتبانش
ما عندوش هو كاميرا قدام عيني فحال اللي عندي انا جالس. انا غير ديك الطريقه ديال باش كتقول دوي انت علاش جاوب كتولي الاستاذ مع التلميذ. انا كيبان لي هادشي ماشي هما اللي داروا، هذا ارضاء الخواطر. ولكن وضعيه الحكام ديروا لي، شوف نوضوا ديروا لي اجتماع وضحوا للناس وريوا للناس ديروا، شوف الله يرضي عليك وبهدلوا الحكام قدام الناس. غيولي عندنا واحد القرارات ديالك واش مؤخرا ولا مستقبلا؟ مؤخرا انا قلت لك مؤخرا ولا قرارات ومستقبلا نتمنى ما تكونش. حشمت تقول مستقبلا غتكون، لان الى 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 بقى هادشي غادي مستقبلا راه كما قال خيي بابا البارح الحاج راه حنا غادي نمشي حوايج غادي يكون غادي في واحد الاتجاه منير. غنقول لك الحيط شادين واحد اسميتو وكاين اللي كنغمضوا لي عينيه بشتى الطرق واللي عينيه محلولي مزيان تنغمضوهم ليه وهي غاديه وبقى غادي. تالين ما تنضمش. خلاصه القول وضعيه الحكام حسب وجهه نظري انا يقدر يبقى تعاود يجي. وضعيه الحكام في ديك الجلسه محرجه ومؤسفه وغتكون عندها انعكاسات. دابا هذا الحكم اللي غادي باقي 9 الماتشات انا الا قدروا يديروا شي خير يديروا شي اجتماع ويخليوا الناس تخدم واللي غلط يؤدي بشي طريقه اللي هذا. نعطيو شي اقتراح ديال في هذا الباب. اقتراح منير هو اجتماع يكون كالعاده ولكن منير يكون شي داخلي داخلي واخا كاين سيلا سمحتي لي جمال كاين لو بارتنير ديال الجامعه اللي هو الشركه الوطنيه لاذاعه والتلفازه. عندنا بزاف ديال القنوات تبارك الله وحده فيهم اللي هي القناه الرياضيه يكون فيها واحد اللقاء اسبوعي ولكن يكون فيه الناس ديال المديريه وديال اللجنه المركزيه هما اللي يجيبوا دوك اللقطات يقول لك ها الحكم ديالنا ها القرار اللي دار حنا ناقشنا بانه هذا القرار صحيح ولا القرار غلط. وخلي الحكم في التقار وحفظ ليه الكرامه ديالو وحفظ ليه وجهه باش حتى ملي تعين في مباريات اخرين ما يسبقوش داك الشيء وهذاك النهار راه دار راه فعل. انتم دائما في الاستماع على برنامج البطوله على شادة اف ام. تحيه لكم مستمعينا الكرام. نذكركم بالارقام الهاتفيه ديالنا 0522 36 10 36 0522 36 05 36. تحيه لرشيد. تحيه لرشيد وكاع اليوم كاع رشيد رشيد الودادي اللي انا غادي نبرعك بلاتي بغيت تنبغي نهضر على الوداد. وديك الساعه سولني قول لي علاش السكومه ما مكونفوكيش وعلاش انا غادي نجيو نتكلموا. تحيه لهشام. تحيه الامين الرجاوي الله يلا دورت هنا بعد. تحيه احنا حتى احنا داخل راه مالون قوم قوم راه مشاو راه وصلوا. غنفتح واحد القوس قبل ما نواصلوا الحديث على منافسات البطوله. قوس قزح. واحد المتصل البارح حسب الاخ جمال بعد ما خرجنا حال المستمعين اتصل و بغى يعقب على واحد العباره يمكن واش خرجات من عندك انت ولا عند الحاج خي بابا ديال دوك اللاعبين المغاربه اللي في المهجر اللي كيقول لك بلاتي نتشاور مع ماما بلاتي نتشاور مع بابا. فالمستمع الكريم هو فهمها على انه شي لاعب اللي مقصود وعلى انه من الاقارب ديال هذاك اللاعب اللي كيلعب في الفريق الوطني وهذا الشيء ماشي معقول وكذا وكذا. حنا للتوضيح المستمع ديالنا الكريم ومرحبا بك جي نذكروا معك في هذا الشيء. المقصود هو دوك اللاعبين اللي ما خداوش القرار بعد ديال انهم يلعبوا الفريق الوطني وكيمشيو الناس من هنا يتفاوضوا معاهم كيقول لهم بلاتي تنتشاور تنسول. هذا الحديث كان من خلال الحاج ومن تكلم بواحد كيف كنقولوا دست عاديه جدا دست عاديه والنقاش ماشي اول مره كيتقال ماشي اول مره ديما واحد عصر القضيه. هاد القضيه ديال هاد السيد اللي دخل تنظن بانه وقيله ما كانش كيسمع هو ملي كانت الاذاعات كاملين ديال المغرب سمعتي يا منير كلهم جميع الاذاعات المغربيه ملي كتهضر على المنتخب الوطني الحديث اللي كيكون دائما مطروح هو هذا هو هاد الدراري اللي كيجيو هذا شي حاجه اللي مطروحه كندوي على العطاء منير انا وديما الواحد انا سبحان الله العظيم قبل كاع ما نهضر معك في هذا الموضوع ياك مع الدخله اللي دخلنا لك البرنامج باش بديت معك امونير بديتي معايا برولوندو بديت معك بالناس المحترفين كيفاش كيجيو وكيحملوا شاره ديال العماده وكيفاش كيدخلوا مع الى مع الفرق ديالهم مع المنتخبات ديالهم وهادشي هو حنا اللي بغينا. فهذا الشيء اللي كاين والا كان شي واحد وبعد ما تجبدوش السميات ولا كان شي واحد كيفهم على انه عمر السيد ما كيتجبدوها انا ما لا هو ما خصوش هذا السيد ما يحملش مسؤوليه لواحد اللاعب لا وحمل مسؤوليه لينا لا هو لا حملها سميتو ولكن حملها حتى اللاعب قال لك كيهضر على فلان كيهضر على فلان فلان هو المقصود وحشومه
حتى شي واحد ما كان مقصود. فتحيه لك صديقنا الكريم، مرحبا ان شاء الله الا بغى يتصل ولا شي حاجه. مرحبا به، مرحبا به والله. يعني مرحبا. ندخل معك المنافسات البطوله الاحترافيه فخر الدين. بعد مباراه الدوره 22 غيتلعبوا اليوم جوج مباريات مقدمه بحكم التزام الوداد بالدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ والتزام الرجاء بالدومي فينال ديال كاس الكاف. فالسبت كاين ثلاثه المباريات والحد كاين ثلاثه ديال المباريات. مباراه ديال السبت مع الخمسه الجيش الملكي المولوديه الوجديه، 7 و4 اولمبيك اسفي المغرب التطواني، 9 و نص دليل شباب محمديه ونهضه بركان. يوم الاحد الدفاع الجديدي مع الخمسه غيلعب مع سريع واتزم، 7 و4 يوسفيه برشيد الفتح الرباطي، وفي 9 و نص حسنيه اكادير المغرب الفاسي. واحد السؤال بعد بدايه، واحد المجموعه الفرق هنايا اللي ما لعبوش مباراه مؤجله هذه الاخرى ما كانوش معنيين بها، واش غيستافدوا من هذه فتره التوقف اللي دازت؟ وشوف انا ملي كتعطيني بحال دابا المباريات كنمشي لذاك العامل ديال الاستراحه اللي تنقول انايا اللي هو كان واحد الوقيته جميع الانديه المغربيه كانت كتطالب به. كتطالب به خصوصا بعض المدربين تيقول لك اودي اللاعب في ثلاثه مباريات في الاسبوع اثر، مع العلم على انه الا بغينا نسميوها بطوله احترافيه انا كنقولها منير خاص المسيرين والمدرب واللاعبين يعرفوا على انه دخلنا البطوله الاحترافيه انك تلعب اربعه ثلاثه الماتشات تلعب كل شيء، لان المهنه هي كره القدم اللي عندك هي كره القدم. وي كتبغي التداريب وكتبغي النظام ديال الاكل كتبغي كل شيء. بغيتي نتسمى انا محترف لعب مباراه في شهر مع المؤجلات ومع الاختيارات ومع هذا راه ماشي هي ديال البطوله. وخير دليل على ذلك لما كنفتحوا حنايا الشاشات ديالنا ونشوفوا فرق منير سالاو من لقب دوروب دخلوا البطوله دخلوا للكاس لعبة هزوا الطياره اللي مشى الكوبا اللي مشى المنتخبات ديالو مشى كوبا امريكا مشى راه هذه هي الكره اللي ان شاء الله غادي هي اللي غتكون ان شاء الله مستقبلا، لانه حنا غادي في 2021 مقبلين منير على ان هاد لي جون جوور اللي غادي يجيو ان شاء الله واللي غادي مازال يكونوا في الفرق ديالهم غادي يكون عندهم هاد النمط العيشي اللي غنسميه انا ديال هاد الريتم هاد الريتم ديال كره القدم ولا ديال الرياضات كلها باسكيت فولي هوند سي فيني منير داكشي ديال كيف كنقول لك انا تداريب عاديه مباراه تلعبها تقدر ما تلعبهاش الراحه راه ماشي هو هاد الريتم باش غادي تمشي باش شوف الا بغيتي الايقاع ترتفع حنا دابا راه بهذا الشيء والجمهور المغربي لاقي مشكل. رجع معك السؤال ديالك انا متفق نقول لك نعطيهم 60% حتى 70% الفريق اللي غيكون مرتاح وما لعبش عنده ديك لا فريشور اللي تنقولوا حنا كمدربين اللي تقلب على المدرب اللاعبين ديالو لان قصدت هذوك الفرق اللي كانوا محنين واش المدربين ديالهم غيلقاو فرصه فين على ما كنهضر لك انا هنا كنهضر معك على 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 جوج ديال الاقسام. قسم كي كتقول انت واحد فرق ديالهم ما كانوش كيديروا دي بون ريزلتا نعطيك واحد المثال شباب محمديه المغرب فاسي جاء توقف هي المغرب لا مثلا المغرب فاسي المدرب كان ولكن غادي يستافد من جو سي ولكن كان الفرق اللي بينه وبين شباب محمدية المدرب ما كانش المدرب يلاه جا وشكون اللي جا؟ محمد جا محمد ما يمكنش ليه كون عطيتيه الفرقة بحال دابا لعب الأربعة وغيلعب حد كان يقدر يتمحن مالو ما يكونش حاسبها هو لا كنقول لك لا هو ما يكون حاسب اي ولكن دابا لا دابا لا دابا عنده الوقت عنده ماشي ما نقولش متسع ولكن خيار ما بين دوك لي ماتش اللي غيلعب كونسونطراسيون بعدا غتكون شوف منير دوك الماتشات اللي غادي يلعب اميكال مسائل غادي يوضحوا له الامور حيت شباب محمديه ماشي كاع مدقدقه كيف كنقولوا حنا بهذه العباره خاصها تقعد خاصها تقعد ولكن اش خاصها الا بغيتيها تقعد خاصك تغير الداخل وقعت لينا منير كتمشي شي فرقه اللي هي وانت تدريجيا خصك ترد ذاك الدور اش كدير شوف شي بحال داكشي ديال البازل ديال سميتو حيد من هنا حيد من هنا حط من هنا حط هنا حيد هنا حط هنا راه بحال هكا ولا دوك لي موكروازي اللي كنتي كتلعب كدير بحال حرف الف هنا وتهبط ودير با هنا بما لقيتي الكلمه كلها راه هادشي اللي كاين منير هادي هي الكره الا عندك نيت بصح الشوفة وعندك هذا ولكن جديده الدفاع الجديد محنا دابا حسبنا الفرق اللي محنينا منير بزاف جديده المحمديه المغرب الفاسي
واتزام زمامرة راه كاين واحد المشكل منير. دابا هاد العام راه يمكن يتجمعوا لك شي فراقين اللي لتحت بلا شي هكاك لتحت، ولكن عندهم اسماء الاسم ديالهم ديال وزين يعني التاريخ. الله يرضي عليك، ويكون تاثير تاريخ منير. نقول لك دابا ما كيلعبش معك في الدورات التاريخ، حطوه هنا تاريخ منير، حطوه هنا. اشنو عندك دابا؟ انا راه كنعرف شكون هي المحمديه والمغرب فاس، وتنعرف شكون المغرب فاس واللاعبين اللي دوزات وموسين وجمهورهم. الله يرحم والديكم، حضروا معايا دابا شنو كاين؟ قول لي شكون هي هاد الفرقه، شكون هما هاد اللاعبين اللي كيلعبوا دابا، واش راضي على هذا المستوى؟ فغادي يكون عندنا متسع من الوقت نهضروا على البرنامج ديال هاد المباريات اللي كيف قلت ثلاثة نهار السبت وثلاثة نهار الحد. اليوم كاين جوج ديال المباريات مقدمه، وغنبدا معاك بالمباراه اللي غتلعب في 7/4 الوداد الرياضي ونهضه الزمامره. تكتي ديما كتهضر على وضعيه الوداد كمتصدر في المباريات ديالو الاخرى مع خصوم اخرين، والوضعيه ديال نهضه الزمامره كمحتل المركز الاخير مع الفرق الاخرين. دابا تلاقاو واش كيغدير لك؟ انا كي كتبان لك هذه المباراه؟ انا كيبان لي بانه شوف اللي كاين هو يمكن على الورق، حنا ديما على الورق غادي ترشح الوداد. علاش؟ كتمشي على حساب الكلاسمون وعلى حساب المعطيات واللاعبين اللي كتوفر على الفريق كلشي، غنعطيهم الوداد. ولكن انا كمدرب ديال فريق الوداد البنزرتي هادشي راه ما داخلش عنده ابدا. السيد اللي عيطينا قلنا يقدر يلعب بدوزيام ايكيب، وكيسموه ما دوزيام، راه ما كاينش دوزيام ايكيب، كاينه ايكيب، راه كاينه ايكيب في 24 و8، ما كاينش دوزيام ايكيب. دوزيام ايكيب كتكون مع الرديف، ما كتشاركش معاك بحال اللي عند مدريد وبرشلونه وداكشي، عقلتي؟ بحال اللي كنشاد، بحال اللي كنشاد الزيدان، هذيك سميتها البي. كتشارك في بطوله بوحده، اما هادو راه ما كنبغيش نسمع كلمه بي. الفريق الثاني علاش؟ لان الا عطينا الاسماء سكوما نحسبوهم فريق الثاني الا دخل غدا، لا المود نحسبوهم فريق الثاني، وما كاينينش هادو كوفو. لا كنقول لك هاد الشراش ملي جبنا، حيت هادو ما نعطيك اسماء ديال اللاعبين، اللاعبين اللي جبناهم حنا وخلصناهم على اساس لاش باش يلعبوا في الوداد، يلعبوا في الوداد ويعاونوا الوداد. اذا انا كنقول لك على الورق هذا، ولكن داخل المستطيل الاخضر الزمامره ديما موني كدير دي بون ماتش. سمعتيني؟ الزمامره مؤخرا قبل ما تسالي هذا سميتو داروا ماتش واعر، واش لعبوا مع المحمديه والماتش الاخرين؟ لا 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 داروا مع المحمديه. شحال اللي كانوا داروا واحد الواحد؟ ماشي مع المحمديه، اعطيني الماتش اللي كانوا يلعبوا فيه وقيلا واش نهزموا فيه ولا هذا. المهم كيديروا دي بون ماتش. منير اليوم غادي يلعبوا مع فريق، انا بالنسبه لي الوداد ما تنظنش تبدل من تغيير ديال النمط ديال الطريقه ديال اللعب ديالها. نقدر نقول لك البزرتي غادي يعتمد على نفس تقريبا، ماشي كنقول التشكيله، وانما داك اللاعبين اللي هما مؤثرين غتلقاهم موجودين. ما تنتصورش انا اليوم وداد بلا كعبي بلا مسوفه بلا اوناجم بلا اللافي. نهضه الزمامره كانتصر في الديربي ديال الكولا على الدفاع الجديد. الله يرضي عليك، عرفت كيما بقات عندي واحد تعطلت شويه تنجبد. راه لا عرفت كنقول لك داروا بون ماتش وانتصروا وكانوا كيستحقوا الانتصار. انا تنقول لك البنزرتي ما تنظنش يستغنى على هاد اللاعبين هادو، ما تنظنش بوجود، يمكن نقدر نقول لك على حساب النتيجه كيفاش غتكون يتم ارتياح لان في وسط المباراه، انت مقبل على مباراه ديال نصف النهائي. غادي مازال نسولك على هذه القضيه ديال، لان اثارت الكثير من القيل والقال حتى قبل ما يتلعب هذا الماتش ديال نهضه الزمامره. ناخذ معنا غير اول متصل في حلقه اليوم، عبد المؤمن من كازا، انقطع الخط. جمال داكور، في انتظار. نذكر الارقام الهاتفيه 0522 36 10 36، 0522 36 05 36. يونس، احسن حاجه داروا نهضه الزمامره وقفوا المهاجم ديالهم الافريقي اتشاباو. ما فهمتش انا هذه القضيه هذه، لعاب يمكن ما بغاش يرونوفلي، صافي تم التوقيف ديالو ونزلوه الفريق ديال الاسبوار. ما عرفتش انا استفد منه، انا غير نوفلي استفد منه هادشي اللي بقى. انا تنقول كاع جميع قال منو كانت وقعات شكون اللي فرق الهجوج العام اللي فات. قلت لكم انا انا سوي كونتر منير، سوي كونتر. اللهم استفد منه، ناخذ داك الشيء بعدا اللي بغيت. ايوا ديك الساعه انا بغيت يمكن هما تيقول لك ما يكملش باش ما الفراقي ما يبقاوش يشوفوه. هادشي اللي انت كمل داك الشيء اللي معاك. الله يرضي عليك. ما عليناش الوداد. بزاف ديال الاراء كانت هاد اليومين. بغض النظر على الخصم، كيقول لك الخصم نهضه الزمامره على الورق كيف قلتي سهل،
حنا مقبلين على مباراة ديال نصف النهائي خاصنا نريحوا اللعابه وخاص كذا كذا. واش انت مع هذا الطرح هذا؟ انا ماشي انا مع الطرح، انا مع الطرح ديال انك دائما فرقه محترفه وفرقه اللي كتلعب على اللي تيتخ ما كتساومش المباريات، ما كتساومش المباريات وما كتساومش الالقاب. ما يمكنش كانت تجي عندي انايا كوداد وكمدرب تقول لي ما نلعبوش على هذا الماتش عادي بطوله ولا غدا تقول لا، فريق اللي خصو يلعب على جميع المنافس طونكو كت عندك لعابه خاصك تنافس. انا اللي كيبقى هو المباراه كيفاش غتجيريها انت كمدرب واللاعبين. الوقت اللي غيبان لي انا منتصر منير دي مومون اللي عندك 5 شونجمون، هذا راه نص فرقه نص اللعابه اللي في التيران، نص اللعابه اللي في التيران. اذا قدرتي كيف دار الدفاع مع الدفاع الجديد الله يرضى، اذا قدرتي تقلص 5 ديال اللعابه وخصوصا دوك اللعابه اللي مؤثرين اللي غادي نهار دمي فينال غادي يعاونوك مونير. مازال كتقول لي في الدفاع وداك الشيء يا با بروبليم خليهم يقدروا يبقاو يضاربوا، ولكن بالنسبه لي انا بحال دابا ميليو تيرا وبحال دابا لاطاك هذوك الدراري خاصهم لا فريشور، خاصهم يكونوا بحال دابا حيت اليوم راه الاربعاء الماتش غيسالي حتى 10 الليل ولا 11 وعندك ماتش نهار السبت صفري غادي يكون عندك الوقت شويه هذا. انا يا ريت هذه يمكن انا بحالي بحال الناس دابا اللي كيتصنتوا لينا ولا اللي كيقولوا اراء ديالهم غادي نكون انا نعطيك انا رايي كمدرب انا كمدرب وعندي فرقه كنلعب بها غادي نشوف هاد الشوفه غادي خصك تشوف نشوف بحال هكا لاني عندي واحد ماتش اللي هو اوفيسيال واللي هو مهم هو ديال تشامبيونز ليغ. حاجه اخرى عندك شي واحد يغلط ويقول راه هذيك كيزر شيف اللي كانت حقها وهذا راه الماتش لا هو قالها بنزرتي قال لك راه نهار بنهارو وصفغي في كرة القدم منير علمتنا شي حوايج. الفريق يظهر اليوم بهذا المستوى غدا تشوفوه بمستوى اخر حيت كون ما كانش تبدل المستوى ديالو ما كانش غيوصل للدومي فينال، ما كانش غيوصل للدومي فينال. انا باش نقول لك حنا نرجعوا دائما للطريقه. انا بالنسبه لي البنزرتي واللاعبين اصبحوا يعني كيف كنقولوا حنا ما بقيتيش تقدر تبقى الاكسبيريونس راه كاينه منير التجارب راه دازت. هذا ماشي شي فريق اللي يلاه اليوم غيلعب غيحفظ الوضع راه ماشي لما كنقولوا هادشي حنا فريق شي واحد يلاه جديد شي واحد جديد في المنافسات كننصحوه كنقولوا ليه يقدر يتاثر، ولكن انا بالنسبه ليا الوداد على حساب داكشي اللي كيتوفر عليه الموسم السادس ولا السابع الله يرضي عليك ولا عندهم هذاك الشيء عادي فوالا ليكسبيريونس راه تخادت تبارك الله. ناخذ معنا متصل جديد سي محمد من الصويره. سي محمد مرحبا. سلام يا خويا منير. اهلا سي محمد. طيب كيف خالدين؟ كي داير خويا لاباس عليك؟ طيب كيف خالدين؟ وا سي محمد انقطع الخط هو ديجا ما كانش كيتسمع مزيان كان كيضرب شويه فوالا كيضرب شويه. انا نتقمص الجلباب ديال فوز البنزرتي ردا على هاد الاراء اللي غتجي تقول لي تابعنا مازال المباراه وخص اللعابه يرتاحوا كذا غنجي انا غنقول لك اودي المباراه ديال اليوم بالنسبه لي انا مهمه في السباق على التيتر لان لادفيرسير ديالي لاعب مباراه شويه اصعب من هذه انا اللي لاعب وخارج الميدان يمكن غنلعب هاد البريك هذا باش نوسع عليه الفريق مثلا ولا باش نبقى محافظ على دونك خصني نخدم الادوات ديالي. لا واش هاد الطرح حتى هو انا منير الله يرضي عليك ما نبقاوش نضيعوا الوقت في شي حوايج اللي هما يعني كيف كنقول انايا صافي مدرب معروف شكون هو معروف الكاركتر ديالو معروف ما فيها باش نفصلوا بهاد الفيرسيون لا معروف الخدمه ديالو معروفه ما يمكنش باقي مازال شي واحد يجي ويناقش شي حاجه مع مع مع, مع البنزرتي. البنزرتي داك الشيء اللي غادي بها منير لحد الساعه راه 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 غادي داير دي ريزولتا يمكن في بعض المباريات بالاعتراف ديالو باش كيعجبني بعدا تيقول لك شي ماتشات اللي عقلت يا منير اللي الوداد كانت هذا اونكيسات وهذا ديرنيرمون مع الجديده ان تي با داكور قال لك شويه صعيب يتمرك عليك دي بازاريتي ديرني دي بازاريتي قالها شحال دي بيان سور ديرني ماتش يا با بروبليم سجلت عليك ثلاثه ديال الاهداف سجلتي 5 هذه كلها كيف كنقولوا حنايا شي حوايجات دي بوان اللي خصهم يتسجلوا اللي كتدخلهم اش كدير؟ كتاخذ المزيان وكتحيد الخايب وتخدم الخايب لا ماشي تحيدو كتخدمو كتخدم لا يعني ما كتبقاش المزيان تاخذو والخايب كتخدم عليه عشان هو اللي حاجه اللي كانت عندنا
خايبه وخصنا نصلحوها. اذا انا بالنسبه لي الماتش ديال اليوم ما غيكون سهل، لان غتلعب مع واحد الخصم كرويا كيلعب الكره. نهضروا على الخصم، على فريق نهضه السنامره تلعب الكره، تلعب الكره مونيا، تلعب الكره. الماتشات كل مؤخرا اللي شفتهم انايا لا مع طنجة ولا مع المحمدية ولا الأخير ديال جديدة، الجوار اللي تيلعبوا الكرة خصوصا مونير. شنو الاسبري شنو الاسبري باش غادي يجي نهضة الزمامرة للدار البيضاء؟ ساكن دابا كيجيو كيحطوا داكشي اللي عندهم. فريق اللي مسكين يمكن ما ساعفوش الحظ، لأنه داك التغييرات اللي كانت في الأول، ذهاب مدرب، مجيء مدرب، وعودة المدرب، عدم النتائج اللي ما كانش إيجابية، هذه كلها شي حاجة اللي مؤثرة مونير. وداير كنشوف أنايا العلوي ان جون انترينور لي عنده ما يقول تبارك الله، مثقف تبارك الله، وتنعرفوا لان كيف كنقول لك اللعب اللي كان عندي في المسيره من لاعبين كبار اللي كانوا في ميلو تيرا للاسف طاح في هذه الوضعيه هذه. ما عنده شوف ما عنده شوف ما نحملو انا اللي كنقول انا بحال هذا الوليد الا كان كيتصنت ليا راه ما عندكش شي مسؤوليه في هذا الشيء. انت المسؤوليه اللي عندك دابا هو كتبين واحد الترافاي ديالك، حيت انا كنكتب مسير غنتفرج في الزمامرة. الا شتا كدير هاد لو جو مونير وبهاد اللعابه ما كنتش شايف الكلاسمون، ما كاينش كلاسمون، تقول اذا انا هاد المدرب نقدر ندير معاه مشروع. نقدر نجيبو انا غدا في واحد الفرقه اللي كدير الثامنه السادسه. انا عندي اليقين بان هاد وليد غادي يعطي ان بلوس. لو بروبليم هو كنعطيك فرقه مجهزه وكتخرج لي عليها، هذا هو البروبليم. كنعطيك 28 لاعب مزيانين وتجي انت مازال التلفزيون ولا الراديو بدا تقول لي ما سعفوناش هذا لا الحظ لا راه ما خصش تقولها. دابا كاس مرشد اي فام قام معنا مستمعينا الكرام، مواصل معكم برنامج البطوله. ياسين من مكناس كنعتذر منك هذه الوقفه هذه، ثم غادي نرجعوا ناخذوك معنا، ما تمشيوش بعيد مستمعينا الكرام. دائما في الاستماع على برنامج البطوله على شاد اف ام. نمشيو ناخذوا معنا متصل اللي كنعتذر منه، كيبقى كينتظر معنا من تقريبا هذه شي ثلاثه ديال الدقائق. ياسين من مكناس، مرحبا سي ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام سي ياسين. سي منير لاباس عليك هنا؟ الله يبارك فيك الحمد لله. ريخ؟ نعم اخويا لاباس عليك. بخير لاباس عليك هنيا. الله يكثر خيرك. وشي بخير على خير. الله يبارك السي ياسين بارك الله فيك. تحية لكم وتحية للمستمعين ديال شاد اف ام. الله يبارك فيك. أنا في السي فريق أنا بعدا تنعرفو راه من اللي كان تيجري في التيرانات ديك الساعة ما زاد تقريبا راه يكون يلاه كبير مني بواحد شوية. مرحبا. كنت كنهضرو على الوداد. الوداد هذه واحد ربع سنين تقريبا ولا خمس سنين ولا أكثر شي شوية. ولينا كنشوفوا الوداد في على الاقل بعد في العصبه. ماشي كيف ما كان قبل. الفرق ديال المغرب يلاه كانوا كيوصلوا لذاك لي برومي تور ديال العصبه ولا ديال الاتحاد الافريقي السنين هذه تقريبا ولا سبع سنين. برافو الاداره ديال الوداد لا من ناحيه ديال يعني الاستمراريه في العمل لا ريكروتمون اللي كيديروا كل عام يعني غادي الامور مزيان بالنسبه للوداد. أرى أن المكالمة اللي على اسم عيطان يعني الهدف على اسم عيطان في المكالمة هذه. مرحبا بك. واحد تساؤل اللي مش حال هذه بغيت فرق بغيت في فخر الدين يجاوبني عليه. مرحبا خويا. أنا فخر الدين عزيز عليا وكما قلت يعني الوقت اللي كان. مرحبا بك. أي واحد كريت واحد السؤال سي فخر الدين بغيت تجاوبني عليه. مرحبا خويا. الوقت اللي اللي كنت شتي في واحد الوقيته الوداد في قالك كانوا مازين شي 3 جورني واقيلا ولا شي حاجه 3 دورات ياك اييه جديده والكوكب والفتح. نعم جديده والكوكب والفتح الماتشات الاخرين اللي بقاو اييه ديك الساعه كانت الوداد دات الشامبيون شنو هو هذاك العام داتها كان دات الوداد الشامبيون هذاك العام فاش جينا دات الوداد الشامبيون كان دات شكون اللي كان قبل؟ الزاكي كان الزاكي انا كنعرف انا كنعرف فخر الدين انسان واقعي مرحبا مرحبا بك خويا تيهضر في يعني كما تنقولوا تيخرج فاص يعني كيناقش امور لا ما كنقولوا لا فاص لا والو الا كاينه شي حاجه ديال كتستحق لا عرفتي فخر الدين دوز السؤال مباشره السي ياسين تفضل هو دابا انا فخر الدين كنقرا مود هذه وانا كنسينا مرحبا بك عا قول لي شنو هو دابا السؤال ديالك غير بالنسبه كنهضروا كنسمعكم كتهضروا على
المدرب المغربي والدفاع المصالح ديال المدرب المغربي والمدرب الوطني الى اخره. اه يعني هذه المساله بان الزاكي شاد الوداد 27 دوره وجاء فخر الدين وخدم على الوداد الشامبيونه. اه زعما واش كان هذا الامر كان خصو يدار؟ كيفاش كان خصو يدار؟ ما فهمتش. والمدرب اللي شد فرقه 27 دوره. دابا انت دابا السؤال ديالك دابا عطي سؤال واخا انا غادي نسقط. شوف واخا انا غادي نسقط ابلاتي السياسيين ابلاتي باش انا خليني نختصر لك الطريق السياسيين. انا عرفت كاش بغيتي تقول. خليني نختصر لك الطريق. اولا حنا هنا قلتي لنا كنقولوا للمدربين وي وماشي كلشي اللي كيستحق شي حاجه كنعطيوها ليه واللي ما كيستحقاش تنقولوها. حنا دائما عندنا اذا كان اجنبي احسن مني انا مرحبا به. اذا كنتي بغيت تكون واقعي ثم لا متفق معك ثم الزاكي ماشي المكتب اللي نفصل مع الزاكي. اه الزاكي انا بغيت لك تفسر لي شنو وقع بالضبط. الزاكي هو اللي ما قدرش كان عنده حس بالعياء وحس بسميتو وما قدرش يكمل من نهار المباراه اللي كانت في تطوان مشى لها الدودي. نعم عقلتي. ولكن الزاكي انا بغيت انا طلبت منك التفسير. ماشي كنضرب فيك السي فخر الدين ولا شي حاجه. لا راه كنسقنا صوتي السياسي السياسي. خليني دابا نوضح لك هذا السيد الزاكي. كنقول لك الزاكي بانه كان كيدير في الوداد وهو اللي مشى ماشي المكتب اللي قال اللي يسير في حالك. اه داكور. حيت انا ما دونك انا ما فرشت القضيه. انت بوحدك ياسين في مكناس بوحدك اللي ما في خبارك. هما كاع الناس راه كيصبروا. لا غير سمك السي فخر الدين راه كعرف الراديو ما كانش كيناقشوا في هذه الامور هذه ديك الساعه. لا لا شوف هو ديك الساعه كان شوف كان اكرم شوف كان اكرم ومشاو عنده مشاو عنده وما خلاو ما ولكن مسكين هو ما قدرش. ومنين سالت البطوله باقي الان كنقولها اللي دا البطوله ماشي فخر الدين. وهادي شوف اتصنتي هضر معاك اللي دا البطوله هي الوداد اتصنت واللي دا البطوله هي الوداد واللي دا البطوله هو جمهور الوداد واللي دا البطوله هو الخدمه اللي دار الزاكي واللي دار فخر الدين واللي دار الداودي واللي داروا اللاعبين اللي داروا ولاد الوليد. هادو هما اللي داو البطوله. دابا انا فاش عيطت كاع اللي كيقول لك انا شوف كاع اللي كيقول انا ويمكن تجبد واقيلا كاع انت كاع استجوابات الحمد لله اللي دوزنا ما عمر كلمه انا ديال انا دي ما عمر شي واحد كيقولها. فخر الدين دابا انا فاش عيطت نسولك انا فاش عيطت نسولك راني عارف غادي تجاوب لي بالواقعيه شي اللي انا هاد المعلومات ما على باليش. ياك دابا صافي دابا شكرا لك سياسي دابا انا لا ماشي ارتحيت زدتي كاع دابا راه الناس كاملين غادي يتصنتوا دابا ربما حتى اللي ما كانش عارف هاد القضيه هادي انت دابا زدتي بين لا لا جمهور الوداد تبارك الله وصلى على النبي شكرا لك يعرف كل شيء تعرف الصغيره والكبيره. الله يبارك لك السياسي تحيه للسياسي هو كيصحابو دابا يعني الزاكي بقى يخدع وداك الشيء وجا لمكتب الوداد وقال ليه سير ما يمكنش بدو الزاكي الحمد لله. بعدا غير داك ديك لا فولونتي ديال تسول على معلومه 11 عام هذه باش دازت راه لا هو كيسول لا هو قال وقيله يمكن المكتب المسير هو اللي بالعكس وديك الساعه كاين اكرم وداك الشيء ما خلاوش. بعدا الفيلم اللي وقع ذاك النهار ما خلاوش كاع ما خلاوش الفيلم وقع ذاك النهار باقيين انت حاضر تبارك الله انت كصحفي الزاكي يعلن انه ماشي كان بن عبيشه بعدا هو اللي مشى هو اللي مشى داروا مع الاجتماع بن عبيشه دار من بعد الله يرضي عليك صافي من بعد تراجع لان كانت الامور ديك الساعه بن عبيشه في المركز الوطني كره القدم معموره مهم شوف بعد الداودي هو اللي غيمشي لتطوان الله يرضي عليك من بعد الماتش مهم ولكن كيبقى دائما حنا ملي تنقولوا ذاك واحد الوقيته ملي كتكون بطل الفرحه لمن كتوجهها الجمهور الناس اللي مساكن حنا كنكونوا غير واحد سبب وحاجه اللي كنتمناوها منير هو ملي كتجي والله كيعاونك وي ولكن الفضل كله كيرجع لله واللاعبين اللي كانوا ديك الساعه اللاعبين اللي كانوا ديك الساعه كنوجه لهم التحيه اللي تبارك الله كيكونوا معك وقفه راجل كيف كنقولوا حنايا ولكن منين سالينا راه السيد لعب 27 ماتش هو غادي بها هي الاولى جات واحد وقيته منافسه حنا وفريق الرجاء هو كيف شوف كيف كاع المدربين الوداد والرجاء مباراه الديربي هي موراها مشى كان ضغطوا مشى الزكي فهذه كانت احداث دس على احداث عمل منير اللي كيقوموا به كاع الاشخاص الحمد لله ما كاين حتى شي كل واحد كيدير طريف ديالو وهذا الشيء اللي كاين. نرجعوا لليوم سير منير تكلمنا على الوداد ونهضه الزمامره مباراه مع 7-4 ان شاء الله وكما هي العاده الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم انتظرنا منها انها تعطينا تعيينات ديال الحكام ولكن و
ما عرفتش اخويا شنو غادي نقول ولكن ما كاين حتى مشكل. ندخلوا للمباراه الثانيه. اتحاد طنجه وفريق الرجاء الرياضي حتى هي مباراه صعبه لكلا الفريقين. حارقة. الرجاء اللي خصو يتجاوز العثره ديالو المباراه اللي داز وضيع فيها جوج نقيطات باش افونسات الوداد. واتحاد طنجه اللي جايب واحد لا سيري ديال النتائج ولا كيشوف حتى هو البوديوم مركز الثالث الرابع. كيفاش كتشوف هذا اللقاء اللي غيكون اليوم؟ غادي يكون لقاء صعيب. غير حاجه وحده واحد الامتياز اذا كان حاضر مالونغو مع فريق الرجاء تنظن تقدر تشوف عاوتاني واحد مباراه ولا تقدر تشوف واحد العطاء ولا ريتم مغاير على اللي شتيه هنا في معنا هذا الدار البيضاء. ولكن نقدر نقول لك انا كيفاش غادي يكون مالونغو بعد الرحله هذه تاهي خص تحطها حتى الله وصل البارح هو جو سي تاهي خص تحطها تاهي خص تحطها. انا كنركز لك بزاف على مالونغو اكثر من نقومة لان المكان ديال نقومة نقولها ونعاود ناكدها لك تقدر يتعوض ديال مالونغو ما كيتعوضش لان المكان اللي كيلعب فيه ماشي مكان سهل وما فيه حتى واحد ما فيه حتى شي واحد. كيفاش كيبان لك ماتش الى هضرنا معاه تقنيا وكرويا نقدروا نشوفوا ان بون ماتش بحال اللي شفنا مؤخرا الى حقلتي الرجاء وطنجة كانوا داروا ماتشات مزيانين فكان سجل الحفيظي وكان وبالجمهوره بالحضور ديال الجماهير العام اللي فات واقيلا ما عقلتش ودابا انا كنقول بانه ماتش ما يكون سهل لا المرام عندك واحد شويه لما نقول لك انايا كيفاش غادي يكون رحيمي واش لا ريكوبيري لان هذاك لو فاي في انا تنقولها سير واجي والعقليه ديالك كونسونتراسيون مع لا سيليكسيون عقلك شويه مع الرجاء كيفاش غتمشي تلعب فيزيكمون لعب 60 دقيقه مع ليكيب ناسيونال والحد لعب تقريبا 30 مينوت مع منير. انا فيزيكمون نقدر نقول لك ما بقاش بعد ما خصو يناقش هاد المسائل ان جون جور انا كنهضر معك بالنسبه ليا غدا هاد اللعب بغي يحترف اها خص يكونوا عنده هادشي هادو دي جوار اللي باغيين يحترفوا اللي غادي يحترفوا لا نمشي الى سخر له احترفوا اللي دابا الهضره عليهم فوالا في الاسبان فيما كان راه خص يكون عندك منير القلب ديال سميت. واش كتشوف نصيري؟ شفت نصيري كيفاش كيلعب؟ عمك شتي واقف؟ لا واقف زعما تيطلب فيها وما جاتوش بقى واقف لا. يوقف شويه منير شونجمون وما عندهم ما كتبقاش تأدي كتخرج. شوف غير الانتر شوف حكيمي في الانتر ميلان شاك فوا هذيك فورماسيون اخرى لا شاك فوا شوف لوكاكو محترف انت فين ديتيني يا صاحبي لا خصني نديك لوكاكو محترف لعب مع الانتر شامبيون نورمالمون خصو يجي ويقول للمدرب ديال بلجيكا انا راه نمشي نخيم عييت ولكن انا خلط عليكم من بعد والمسؤولين يقولوا لي وي سير سير فوج وانصيفطوا لك الطياره تجيبك من البحر ولكن لا لا دخل المعسكر ودخلت يا لوكاكو دخلت تسجل دونك قلتي لي ان مستوى الرجاء اليوم مرتبط بوضعيه مالونغو ووضعيه رحيمي اذا كانوا هاد الجوج ما كنقولش انا اذا كانوا هاد الجوج لا زعما خاص الفرقه الدور حيت بينات هالاحداث انا ملي ما كانوش ولكن خص فرقه الدور وهاد اللعابه تيكونوا بحال كنقول المفتاح ديال الاهداف وديال هذا غتواجه واحد الخصم عنده دي بون جوور في لاتاك توفيق جروتن اكسيل لوتر جوور اللي كان انوار انوار عندهم دي جوور عندهم دراري كيجيو من ميلو تيرا كيبان عمار شوف كاين امونير كاين دي جوور اللي يقدروا تا هما طنجه تدير دي بون ماتش هو اللي انا كنتمنى الجمهور يتمتع يشوفوا ان بون ماتش الله نشوفوا مباراه اليوم مازال غادي نرجع عندي فيها واحد السؤال حتى هو ولكن نمشيو غنمشيو لمراكش كمال مرحبا سي كمال السلام عليكم وعليكم السلام تجيموني الله يبارك فيك ابا كمال كيجي راه مرجي لواليدي الله سيدي لله الحميد كي داير انت من بعد داك الخسران ديال البارح ايوا خويا راه هذاك الاستاذ لوف راه قاعدنا ما تيجيش يجير الليبا حنا كنتسناو يدخل كوريتسكا ويدخل الجينبيرغ ولكن هو ما بغى يجير معنا والو
واش بيتي راه تجي مولي بقيتي فيا بقيتي فيا باحا كمال راه انا زعما تنتسنى هذاك كوري تسكا وتنتسنى لعبتي لعبتي مع لعبتي مع ديشون دوك اللعبه ديالو راه هو في اللعب ديالهم هما راه ما تيخرجوش يلعبوا ما تيخرجوش يلعبوا هما ما تيخرجوش ما يقدر والو الا خرج الا خرج يلعب الكره راه عارف اش بغيت حتى هذاك حتى هو اللي ماركا ضدكم حتى هو ضيعتي حتى هو شي بس ما كاين هذاك راه تيبقى استاذ راه كلشي ضربه 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 بالعظمه كمال شي بس ما كاين اش تجي فخرت راه المعلم هما الزواد الله الله ما انا التشكيله اللي بغيت ماشي هي هذيك اش فخرت شيل ايوا ما عندنا ما نديروا لك انا بغيت نعم تجي دخل هوميرز وحده سولي الله 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 ماركا كاميرا انت بوحدك دابا اللي كتهضر على الالمان وباغي عارف التشكيله وعارف نعطيك الصحه انتبنا راه انتبنا انتبنا راه عندنا معاهم الولاد فخرتي وراه الناس فين معاهم راه خويا كاين في شتوتغارت الله 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 ايوا شتي فخرتي صافي 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 الله الله وكي تجير اخوة نجم النجوم يا كامل اش نقول لك لا ما تجي فخرتي كاين شي حاجة هاد الكوكب اتبرخ معاك الله عشتي منير امشيتي من الالمان ديتي 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 الرقد الرقد الله اخويا ولا الناس دابا ولا الناس قال لك ولا الناس الكرام ما تجي تيمشيو كلشي تيمشيو الله خموني ركف الله والمؤمنين شرقيتك حتى الكار ديال البنات قالوا لي مشاك وقلنا لك باقي بيتهم انا جروا داك الشيء كله يلا نشوفوا كاع اش بيوقع مشكل واش حنا ما غادي واش حنا ما غادي نتفرجوا في الكره راه غادي نتفرجوا في الكره صافي راه نتفرج في البطولات المغرب راه غادي نتفرج في الوداد على قبل فخر تشيلو وبن عبيشه وشبوكي ومولاي الشريف مولاي مصطفى ايوا انا ما تيجيش ولا حاجه درت الزق مكوار الله يرحمه الله يرحمه واه انا ما تيجي باش تشير تجيك الساعه تجيك له من الساعه تاع الحارتي الله واه يا سيموني وراه فكر لي البارح الحاج شخي بابا هي في الجوهري الله يرحمه الله يرحمه وراه التاريخ شفتي البارحه تجي منير راه التاريخ وراه وراه تنصوني ما بغي يشد ليا تبعتني شي وين اخويا منير والله الا بصح البارح اللي كنت وقت ما جا الخير ينفع وانت دابا راه كيتشكاو منك الناس قال لك علاش انت كيشد لك التليفون وراه داك الشيء ديال الله راه دابا عليه دابا عتروس قال لك هو تحيه لك ابو كمال الله يحفظك اسي بوني اسيدي الله يرحم الوالدين واحد القضيه والله الا ضرتني اللي هي شي ديال الحكام حشومه جيب واحد الانسان وتتفرجوا فيه وليداته وتتشير ليه انت بحال قاعد في الاستئناف راه هذا الشيء راه ماشي معقول حشومه ما خدامش انا هاد القضيه سي فخرتيني الا كنتي تتفق انا لا انا ما متفق انا كنتي كان في النهار الاول ما متفقش لا انا غادي نجيك من الجنوب الغربي انا سيدي فخرتيني هاد القضيه ما كرهتهم يجيروا على المسيرين اييه والله ما كتبتي اجي انت فين كيوقع لهاد الفرقه تغرقتيها اييه واش تدير انت في الفرقه ما تتعرف حتى لو فيغ بايتخ وبتسير راه هادي هي المصيبه الكحلة واش انت ما تعرف حتى لو فيغ بايتخو جي تلعب ما كيعرفش لو فيغ بايتخو وكنقلبو على لو سافوار باسي كومبوزي اسي اسي موني كيفاش تيسير الكره يعرفها تيسير مشاعر الناس تيلعبو بمشاعر الناس حشومه حشومه وعيبوها راه شوف حالتها تصنع تقليديين في مرات حشومه هادشي اللي وقع لهاد الفرقه هادي والله الا حشومه بالله تستفخرتي شكرا لك كمال كمال عندي لك واحد السؤال شوف تصنت ليا اش باين لك الالمان غدوز ولا لا؟ واش بغيت نقول لك صعيبه القضيه تقدر تدوز ثالثه ولكن بشرط اربحوا البرتقيس عاوتاني ما نضمنش لك البرتغال راه غادي يدوزوا ما نضمنش لك ايوا داك الشيء ديال الله تيجي في خاطر يا كلشي ديال الله كمال تحية لك كمال راه كاين الله المنتخب راه كاين الله كاين الله باقي الله والو السي منير تقول هاد البلاد ما فيهاش اللي يدرب المنتخب والو كويتي راه اسمي راه اسمي كمال راه سميتو واحد
راه ما كاينش حتى واحد، راه كاين واحد ما كاينش. راه هذيك البيداغوجيه التدريب بدا تشوف اش في التيران. اه البيداغوجيه تشوف اش البيداغوجيه البيداغوجيه وكلشي واه ما كاين والو. شوف شوف كمال الله يرضي عليك، شوف سير خليك مع الالمان. تحيه للقياده. تحيه للقناه. شوف تخرجت. نعم خويا انا راه شعاري لا صوت يعلو فوق صوت البوندزليغا. الله الله الله. وانا هذا جيت وراه عندي واحد التصويره تفخرت. اه جبتي ديك النهار بابو صلى الله عندي واحد التصويره تاع تي ديال كاس العالم مع فيرتي فوكس. الله الله ايام صور هو وياه كابيتان ديكي. والله الا باقي عندي بالله هو لا 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 وراه كمال. شكرا من العمالقه الله يعاونكم. وتحيه لخويا جمال ماريشال الخفاء. راه خصي ترقى سيدي منير. راه غيترقى. راه غادي ندير ليه الرقيه غيترقى. والله غيترقى لا ما تيجي باش عنده الرتبه. راه الا ترقى ما يبقاش يجاوبك خليه. لا لا غادي يجاوب. راه بيننا وبينو الماتش. راه حتى هذاك الفريق ديال الصناع التقليديين. السلام عليكم. الله يحفظك كمال. شكرا اخويا تحيه ليك. تفوك ربي قلت لك قتلني بالضحك صافي. رضوان الزعيم والله حتى عنده الصح المسير ما كيعرفش لو فيرب اتر وباغي يجيب لهم لو سافوار اتر. مشكلة اللي ما عرف لو فيرب اتر عارف مسخوط. الله يلا مسخوط. لا تبارك الله وصلنا النبي. العمراني محمد عطاني واحد اش عطاك؟ قال لك اللي ما عرفش لو فيرب اتر عارف لو فيرب زور. الحمراني محمد بيناتكم اخويا. نواصل معاك الحديث على مباراه اتحاد طنجه والرجاء. شكون اللي محتاج النقاط في المباراه اليوم؟ اللي محتاج اكثر باش نكونوا صراحه الرجاء هي اللي محتاجه اكثر ثلاثه النقاط. بحال الوداد محتاجه هي اليوم النقاط حيت كل واحد دابا شوف هادو جوج ديال الفراقي السباق غيكون بيناتهم. كاين واحد العامل مع احتراماتي الفرق لا الفرق الاخرى على الصراع اللقب. على الصراع على اللقب حيت ملي كتشوف كنظن راه محصور. لا رداك ملي كتشوف الكيفيه اللي غاديه بها البطوله وكانك شبيهه بالسنه الماضيه من اصل 9 المباريات اللي باقيين. الفرق ما بين صاحب المركز الاول وصاحب المركز الثالث هو 15 نقطه. يا خمسات المباريات اللي خصو ينتصر صاحب المركز الثالث باش صاحب المركز الاول ينهزم خمسه المباريات. وصعيب دابا شوف منير الله يرضي عليك سوق واحد اللعيبه. نعم خويا. واش العامل ديال ان اللاعبين دراجه من ما يبداو يكونوا عارفين الريزولتا ديال الماتش اللي قبل ديال الوداد ونهض الزمان الوداد هذاك مره كانوا عارفين النتيجه هذه. لا لا منير لا احنا كلعابه وقعت لينا ديما نهضر معك بداك الشيء اللي عشت مالغري كاين لا ديفيرونس منير. انا واحد وقيته بحال دابا انا غادي نخرج نلعب كنقدر نخرج في تيران باتش ديال التراب وانا لاعب على 3 بوان الفريق الخصم اللي مدخل في ستاد دونور حتى هو ولكن في الكازون كان فرقه منير. وي حنا واحد القيته كنواجهوا بعض الانديه لا داعي لذكر الاسماء ديالها اللي كتواجهها في ملعب في ملاعب ما فيها ما فيهاش كازون. اذا كتكون 3 بوان غاليه سوني با فاسيل باش تجيبها. اليوم تغيرت الامور. وي بزاف كاع الله يرضيك داخل ولا خارج الميدان ولا عندك لافونتاج زائد الفار. انا كنهضر معك في واحد الوقت اللي خصك تمشي ثلاثه نقاط تجيبهم خارج الميدان مع خصوم اللي هي عندها مستوى عالي ولاعبين عاليين وحتى لا كانوا بحال دابا لاعبين على النزول ما تقدرش عليهم منير. وي كانوا قويين وراه الناس اللي كيسمعوا ليا عارفين اش كنقول. وديك الساعه ما كانش الا كانوا حقيقه كان تحكيمي ولا شي حاجه. شوف منير طرد هدف شروط مع تيسير الله مع تيسير الله انت وزهرك. اليوم المنافسة على البطولة الطريق ولات خصك انت تخدم بحال دابا كنقول لك انا عطيتك لوطوغوت سيبتها لك منير اش خاصك انت؟ نخدم. خاصك سيارة. سيارة مزيانة مزيانة السيارة مزيانة وراك غادي تمشي حيت سيبت لك راه كاين عنده سيارة مزيانة وما عندوش مازوط. واش كنقول لك انا دابا؟ دابا حنا الفراق دابا حنا علاش كنقول لك الرجاء ولا الوداد اللي غيتنافسوا راه اللي خرج كلهم كيفاش غتكون هذه فيزيكمون كيفاش غتكون فراغ فيزيكمون مورالمون وديك الساعه مازال باقي اشنا هادشي يا منير كره القدم هي هذه. المثل هو فاش خديتو الوداد في 2010 شكرا للمستمع ديالنا اللي ردنا كان الوداد خسر في الديربي خسر وديك الساعه مورا الديربي كاينين اربعه المباريات اربعه طلع ديك الصحه تطوان تطوان وثلاثه الماتشات انا كنعقل خرجنا
دخلنا الكوكب الكوكب وخرجوا الجديده دخلتوا الفتح. دخلنا الفتح وجديده كان ادفيرسير ديريكت حتى هو كان لاعب على البطوله. الجديده راه باقي كيلعب بسميتو رضا الرياح. رضا الرياح فريق قوي. ماتشات صح ماتش كان مهم. وهذاك هذيك النقطه انا كنت تلاقيت مع الجمهور كلمه ديال النقطه ديال البطوله حيت شي وحدين كانوا شويه دخلهم لودوت ولعبنا بعشره لعابه. إذا تقرا على زيدوح ولا سميتو كان زيدون حسين زيدون كانت شويه كيلعب قاصح كانت تطرد بكارتون روج وشكرا ديك الساعه للجماهير ديال الوداد لانه كانت تبارك الله في جديده وكانت من الديربي بواحد الشكل كانت من الديربي كان الصراع على البطوله من الديربي هما كيتخالفوا سيمانه كتكون الرجاء هي المتصدر موراها الوداد سيمانه الاخرى تيقول لي رانا راني كنت رشيد قال لي راني كنت تحيه لك فخر الدين. علاش كنقول ليه انا شوفوا موني علاش هذاك السيد ياسين هكا باش نوضح ليه راه من خلال السؤال ديالو هو راه كان في الاول بحال ما كانش عاجبه بحال كان كيصحابوا الطريقه اللي مشى بها بادو وكان المكتب هو اللي مفصل عليه. لا هو اللي مشى. ولكن انا هذيك الساعه انا حاضر لا اكرام ولا الناس اللي كانت اللي كنوجه لهم تحيه بالعكس ما قدروش يخليه ولكن بادو كان ديك الساعه حس بالعياء وضير بادو حضر في الحفل ديال التتويج وانا كاع ما حضرت كاع لا ديال الختامي في الفندق في الوطيل انا صدقت انا عاوتاني هو اللي كنت شربت واحد قهوه كحلموني على الجوع واثرت فيا سبحان الله العظيم ما حضرتش انا هو اللي ما حضرتش يلا تحيه لكم خرجت وصلنا لحلقه اليوم سي امين المتوكل عطاتني واحد الميساج والله العظيم غنقراه منير جامعه تشجع الفرق على عدم احترام اللاعب المالي النظيف في حال تاديتها نزاعات الوداد والرجاء هادشي قلناها خويا وعلى متوكل كل شيء قال خاص الفرق كلها تكون على قدم المساواه شكرا فخر الدين شكرا جمال في الاخراج شكرا سيمو وامين في الاخراج المرئي بقوا اوفياء مع برامج شدايف ام الى اللقاء